بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أسكنتنا دارا حفرت لنا حفر مكرها وعلقتنا بأيدي المنايا في حبائل غدرها، فإليك نلتجئ من مكائد خدعها، وبك نعتصم من الاغترار بزخارف زينتها، فإنها المهلكة طلابها، المتلفة حلالها، المحشوة بالآفات، المشحونة بالنكبات. إلهي فزهدنا فيها وسلمنا منها بتوفيقك وعصمتك، وانزع عنا جلابيب مخالفتك، وتول أمورنا بحسن كفايتك، وأوفر مزيدنا من سعة رحمتك، وأجمل صلاتنا من فيض مواهبك، واغرس في أفئدتنا أشجار محبتك، وأتمم لنا أنوار معرفتك، واذقنا حلاوة عفوك ولذة مغفرتك، وأقرر أعيننا يوم لقائك برؤيتك، وأخرج حب الدنيا من قلوبنا كما فعلت بالصالحين من صفوتك والأبرار من خاصتك، برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، هم النور نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر مهابط وحي الله، خزان علمه ميامين في أبياتهم نزل الذكر، ولولاهم لم يخلق الله آدما، ولا كان زيد في الوجود ولا عمر. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا، يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب،
يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، يا وجيها عند الله، اشفع لنا يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله، يا وجيهة عند الله، يا أبا محمد، يا حسن بن علي، أيها المجتبى، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، يا وجيها عند الله، يا غريب أيها المذبوح عطشانا، يا أبا عبد الله، يا حسين بن علي، أيها الشهيد، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، يا وجيها عند الله، اشفع لنا يا أبا الحسن، يا علي بن الحسين، يا زين العابدين، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. يا وجيها عند الله يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. يا وجيها اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله. السلام على المعذبين في قعر السجون يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. يا وجيها عند أيها الغريب المدفون بأرض طوس وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجيها يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وصي الحسن والخلف الحجة والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيلا عند الله يا وجيلا اشفع لنا يا إمام الزمان عظم الله أجورك بشهادة جدك النبي الأكرم يا أبو إبراهيم يا رحمة الباري عقبة غدايات ظلم الليالي يا أبو إبراهيم يا رحمة الباري عقبك غدا ظلم الليالي ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوالي يا ما جرى على بضعتك الزهراء لعد دارها الظالم تبعها ورا الباب تحجي من سمحة تعمد على الباب ودفع أو نبت البسمار بضلع حياة وشجرة بواجيها قطع ومن البكي على بيها يا من حي يا رسول الله هذه زينب ولقد يعز على رسول الله أن تسبى نساؤه إلى يزيد الطاغية عادت إلى أخيها إلى قبر أخيها الحسين يا خويا جيتك وجبت الراس وياه ومن السبي كانت بيه سلواي دقعد يا عز وجلعة حماي ونشف بردنك دمع عيناي